مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه بنتكلم عن جراحات التجميلية أو مش هنسميها تجميلية بقى علشان جراحات السمنة. ولاني أنا شخصيا مقتنعة أنها تجميلية، يعني أنا مش شايفة إن دي جراحات. يعني مثلا واحد تخين جدا أوكي عايز يخس علشان في الأول وفي الآخر شكله يبقى حلو، فهي تجميلي يعني. ما هو أنا قلت لك هي السمنة مرض. إحنا عندنا هنا هي مرض طبعا، والنحافة الزايدة مرض. بس بالظبط إحنا عندنا هنا في مصر إحنا السمنة بالنسبة لنا لا عادي، ده مش مرض. كل بس قلل أكلك أو اقفل بقك كده أو أنت كده جميل كده ووشك منور ومدور وحاجات كده، بس هو ده مش صح. دكتور إنجي بجد أنا ما شفتش مجتمع زينا والله. كل ما بتبقى بتاكل كتير كل ما الناس معتقدة ان انا صحتي كويسة. بالظبط. لا ده غلط جدا. احنا المفروض ناكل، يعني حتى الاكل الصحي لما بيزيد هو اوريدي اصلا بيوصل لسنة. يعني انا ممكن واحدة عمالة انا تمام يا دكتور انا باكلش غير اكل صحي بس انا بلعب رياضة انا بعمل كل حاجة، بس ممكن تكوني بتاكلي فوق الطاقة بتاعتك، فوق اللي انت المفروض تحرقيه، فبالتالي بتزيدي مش بتقلي او مش بتفضلي تحافظي على الوزن بتاعك. هو جراحات السمنة هي جراحة معمولة للناس اللي عندها أمراض كتير واللي عندها مرض السمنة اللي ابتدى السمنة يأثر على أجهزتهم. بالظبط كده. في ناس بتعرفش حرام تنام، في ناس بتعرفش تتحرك، ده حقيقي. والناس اللي عندها سكر والناس اللي لسه داخلة على سكر أنا ممكن ألحقها بجراحة السمنة. الناس اللي عندها ضغط عالي، الناس اللي عندها مشاكل في القلب، الكوليسترول لما بيعلق، كل الكلام ده دي أمراض مصاحبة للسمنة. فانا طيب. لو عملت ظبطت الجسم بتاعي هتفرق كتير معايا في الامراض دي.